دلوقتي بقى نروح مع حضراتكم إلى الصحافة الرياضية. نروح للصحافة الرياضية وجريدة اليوم السابع تحديدا ومراسلتنا العزيزة نورهان طبعاً عشان نتابع ونعرف منها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع. نورهان طبعاً صباح الخير في البداية، وفي خبر يعني بيأكد كلامنا في فكرة الكورة ملهاش كبير والكورة ما فيهاش حاجة مضمونة، يعني الخبر الأخير من كورة اللي معاكي والمنشات اللي بيتكلم عن عاشر الدوري الفرنسي يا كريم بيذل باريس سان جيرمان بثلاثية. أنت متخيل باريس سان جيرمان بما يحمله من يعني أسماء عظيمة في كرة القدم، حاجة غير متوقعة وغير مفهومة، نعرف تفاصيلها منك. تفضلي يا نورهان. يا صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. وطبعا برحب بيك يا نهواند، وعايز أقولك أنه يمكن كان سبت غريب ومجموعة مباريات غريبة ومجموعة نتائج غريبة، مش بس في الدوري الفرنسي زي ما أنت قلتي والخبر اللي معانا عن باريس سان جيرمان، ولكن يمكن كان في نتائج كتير جدا كانت غريبة امبارح. ومعانا أول خبر من موقع في الجول، كين انتظر مشاهدة الهدف، وسون كان هذا الوقت الصحيح لمواجهة مانشستر سيتي. ايضا مواجهه توتنهام ومانشستر سيتي، رغم طبعا توتنهام فريق كبير، ولكن مانشستر سيتي بيقدم في السنوات الاخيره تحت قياده بيب جوارديولا، يعني اي فريق بيواجه مانشستر سيتي بيكون يعني حتما ولا بد عارف ان هو يعني بنسبه كبيره جدا خسران، ولكن فوز توتنهام امبارح في بثلاثيه طبعا مقابل هدفين كان مفاجئ. وكان يمكن طبعا معانا تصريحات من هاري كين مهاجم فريق توتنهام، واللي قال ان هو يعني منتظر ان هو يشوف المباراه مره اخرى منتظر يشوف الاهداف مره اخرى بفارغ الصبر. دي كانت تصريحاته يمكن بعد المباراه. اما سون طبعا واحد نجوم توتنهام قال انه يمكن مواجهه مانشستر سيتي في التوقيت ده كانت مهمه والنتيجه كانت مهمه، نظرا لانه توتنهام كان تلقى عده خسائر من مانشستر سيتي متتاليه في يعني الادوار الماضيه. اما بقى من موقع اليوم السابع وتاني منشات معانا، ريال مدريد يعزز صداره الدوري الاسباني بثلاثيه ضد الافيس. حقق ريال مدريد طبعا فوز ثمين بثلاثيه نظيفه ضد ديبورتيفو الافيس، طبعا الفريق في الدوري الاسباني، واللقاء ده طبعا يمكن كان على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد ضمن منافسات الجوله 25 من بطوله الدوري الاسباني. ولا زال انشلوتي طبعا المدير الفني لنادي ريال مدريد بيقدم يعني كوره جيده ونتائج جيده، وطبعا كل جماهير الملكي سعيده جدا بالنتيجه بتاعت امبارح. اما بقى ثالث خبر معانا من موقع يلا كوره، متزايل الدوري الايطالي يفرض التعادل على ميلان المتصدر. زي ما قلنا لكم يمكن النتائج كانت غريبه جدا، وابرز النتائج دي كان في الدوري الايطالي ساليريناتا، يمكن ده طبعا فريق مجهول او يمكن مش من الفرق الكبيره في الدوري الايطالي، يعني فرض التعادل على ميلان متصدر الجدول المسابقه، واوقف رصيده عند 56 نقطه بعد التعادل من 26 مباراة خاضها ميلان في الدوري الإيطالي. ويمكن طبعا زي ما قلنا لكم هم اتعادلوا بهدفين مقابل هدفين لكل فريق. اخر خبر معانا من موقع كوره، عاشر الدوري الفرنسي يذل باريس سان جيرمان بثلاثيه. يعني يمكن زي ما قلت يا نهواند وجود يعني اسماء كبيره جدا زي ليونيل ميسي ونيمار واسماء كثيره جدا بخلاف يعني مين شارك في المباراه، ولكن باريس سان جيرمان هو الفريق الاول في الدوري الفرنسي، هو المرشح طول الوقت لحصد لقب الدوري، طبعا بيسقط امام فريق نانات بثلاث اهداف مقابل الهدف وحيد. دي طبعا كان ضمن منافسات الجوله 25 من بطوله الدوري الفرنسي. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من موقع وجريده اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. احنا كمان بنشكرك جدا على هذه التغطيه الجميله يا نورهان، شكرا ليكي جدا.